السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، حيث نطالع فيها أهم ما تقوله مواقع الأخبار والصحف العربية الصادرة اليوم. والبداية من موقع بوست الذي تابع عقد البرلمان لجلسة غير مكتملة النصاب، وعنوان الموقع: ارتياح واسع في الأوساط اليمنية لفشل النواب الانقلابيين في عقد جلسة برلمانية في صنعاء. وقال الموقع: فشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في تأمين النصاب القانوني لجلسة البرلمان التي دعوا إلى انعقادها، حيث انعقدت الجلسة وسط غياب معظم نواب البرلمان بالرغم من التهديدات التي تلقاها أعضاء المجلس من قبل المخلوع صالح، والتي بلغت حد التهديد بالتصفية الجسدية في حال لم يحضر النواب القادرون على الحضور. يتابع الموقع بوست: واضطر النواب الموالون للمخلوع أو الموالين للمخلوع وحلفائه الحوثيين إلى رفع الجلسة بعد ساعة من انطلاقها، حيث لم يحضرها سوى 120 عضوا من أصل 301، بينما النصاب المطلوب هو 151 عضوا. المحامي والمستشار القانوني هائل سلام قال للموقع أنه لا معنى لتأييد ومباركة مجلس النواب لمجلس سياسي انقلابي إلا في كونه بطريقة أو بأخرى تأييدا للحسم العسكري للأزمة القائمة حاليا، مشيرا إلى أنها مهزلة برلمانية. إلى موقع التغيير نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: روسيا تفاجئ الجميع وتكشف عدد المصوتين لصالح المجلس السياسي بالبرلمان اليمني. وقالت التفاصيل: أكدت قناة روسيا تصويت 74 من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان اليمني لصالح الاتفاق الموقع بين الحوثيين وحزبهم برئاسة صالح على تشكيل مجلس رئاسي أعلى لإدارة البلاد في وقت حذر فيه الرئيس اليمني هادي بملاحقة قضائية لكل الحاضرين في الجلسة البرلمانية. وقالت القناة الروسية أن الرئيس هادي بعث برسالة شديدة اللهجة لرئاسة وأعضاء البرلمان وتوعد بمحاكمة قضائية، وأعلن بطلان الجلسة وكل ما يترتب عليها باعتبار المجلس معلقا أعماله، وقراراته تتخذ بالتوافق الجمعي وليس بالأغلبية. ومن عناوين الموقع: انضمام مئات الضباط والجنود إلى الجيش الوطني ورئيس الأركان يوجه باستيعابهم. أمين عام الحزب الاشتراكي السابق ورئيس أول مجلس نواب عقب إعلان الوحدة اليمنية عام 1990 ياسين سعيد نعمان يكتب عن ما أراده المخلوع من عادة المؤسسة المنتهية دستوريا إلى العمل. وقال ياسين: ما الذي يعنيه أن يجعل صالح من اجتماع شكلي لبعض أعضاء مجلس النواب المحسوبين عليه أصلا منجزا تاريخيا؟ هربوا من المنجز التاريخي الحقيقي مرتين، الأولى عندما انقلبوا على الحوار الوطني بشأن بناء الدولة وأغرقوا البلد في هذه الحرب المدمرة، والثانية عندما هدموا كل جسور العودة إلى السلام بإفشال المفاوضات والإصرار على الانقلاب ومعهما استمرار الحرب. هذا هو المنجز التاريخي لهما. لكن للمسألة وجه آخر بالنسبة لصالح في علاقته بحلفائه، وهي أن هذا الاجتماع بمثابة إشهار لعودة الجزء التابع له من المجلس، والذي كان قد ألغاه الحوثيون في بداية انقلابهم المشترك الذي كانت الغلبة لهم فيه آنذاك، أي أنه استطاع أن يلملم جزءا من بقايا سلطته ليعيد صياغة الانقلاب بصورة تتناسب طرديا مع ميزانه العسكري في الانقلاب. وبعد أن أنهك حلفاؤه على ذلك النحو الذي شاهدناه فيه يتخلون عن الإعلان الدستوري واللجنة الثورية وكأنهم لم يكونوا سوى واجهة لم تلبث أن أزيح عنها الستار عن المشهد الحقيقي الذي كان فيه صالح يتصدر العملية كلها. وها هو يجعل من الاجتماع المذكور إعلانا لمرحلة جديدة من الانقلاب يقرر مسار دفتها كرسالة لا أدري كيف ستقرأ من قبل الآخرين أو كيف سيفهمها حلفاؤه الحوثيون، ولكن أبرز عناوينها هي الانقلاب أو الحرب، غير أن الذي يتابع تاريخ صالح يستطيع أن يقرأ العنوان على نحو مختلف. إلى موقع المصدر أونلاين، والذي عنون في صفحته الرئيسية:
حزب الإصلاح يجمد عضوية نائبين من كتلته البرلمانية بسبب حضورهما جلسة لشرعنة الانقلاب. يقول الموقع: قررت الأمانة العامة لحزب الإصلاح تجميد عضوية اثنين من أعضاء كتلتها البرلمانية على خلفية حضورهما جلسة مجلس النواب التي عقدت بغرض شرعنة إجراءات الانقلابيين. وحسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب وتلقى المصدر أونلاين نسخة منه، فقد تقرر تجميد عضويتهما في الحزب وإحالتهما للقضاء التنظيمي لأنها تعد ذلك تماهيا مع دعاة الانقلاب والفوضى مهما كانت المبررات أو الضغوط، ومخالفا لقرارات وتوجهات الحزب الداعية إلى رفض الانقلاب وإنهاء كل مظاهره واستعادة الدولة المصادرة. وفي موضوع آخر عنوان المصدر أونلاين: أثيوبيون يعتدون على يمنيين في أديس أبابا ويطالبونهم بمغادرة البلاد. وقال الموقع: اعتدى مجموعة من الأثيوبيين على لاجئين يمنيين بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بإصابات تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، إضافة إلى تشريدهم في شوارع العاصمة أديس أبابا. عبد العزيز العرومي أحد المصابين بحادثة الاعتداء قال للمصدر أونلاين: إنهم قدموا بلاغا للسلطات الأثيوبية لكنها لم تتحرك لإنصافهم أو حتى حمايتهم. وأضاف بأنه وأفراد أسرته ما زالوا مطرودين من منزلهم ومنطقتهم ولا يستطيعون العودة. إلى موقع صهاريج نيوز والذي عنون في صفحته الرئيسية: الشباب والرياضة تقر إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للشباب وإعادة نشاط صندوق النشأ في عدن. وقال الموقع: أقر اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة نايف البكري إطلاق جائزة رئيس الجمهورية للشباب والإعداد والتهيئة لإقامة بطولة كأس الرئيس بمشاركة أندية المحافظات المحررة. ومن عناوين الموقع: طرد المتشددين من أبين يحرمهم من سواحل التهريب ويعزز أمن عدن. وقالت التفاصيل: يتأهب أهالي محافظة أبين جنوب اليمن لحملة تبدأها قوات التحالف والحكومة الشرعية لطرد مسلحي تنظيم القاعدة من المحافظة بعد أشهر من التوتر الأمني وإرهاب السكان. ووفقا لمصادر من داخل المحافظة، فإن العملية المنتظرة ستسهم في القضاء على جيوب صغيرة للقاعدة تكونت بعد فرار التنظيم من المكلا بفعل ضربات التحالف. وتقول المصادر إن المسلحين المنتمين إلى التنظيم باتوا في ارتباك بعد تضييق الخناق عليهم، وأن العملية العسكرية الجديدة ستقضي على ما تبقى من المتطرفين والمتعاطفين معهم. متى يصبح اليمن سعيدا؟ تحت هذا العنوان كتب الكويتي مشاري ملفي مقاله المنشور في صحيفة الجريدة الكويتية. وقال الكاتب: اليمن السعيد صاحب الحضارات أصبح اليوم، ونقولها بنبرة حزينة، ممزقا سياسيا ومنهارا اقتصاديا جراء الصراعات والاقتتال بين أبنائه. ومما لا شك فيه أن اليمن يشهد اليوم واحدة من أخطر مراحله السياسية والأمنية والاقتصادية، خصوصا بعد أن أصبح مأوى للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وهذا الأمر يلقي بظلاله على أمن دول الخليج العربية. وأن تعميق حالة الكراهية والتشرذم الطائفي في اليمن يؤثر سلبا في أمن دول الخليج واستقرارها، كما أثبتت تجربة العدوان الحوثي عمليا. تعرض الأمن الخليجي للخطر مع حدوث عمليات توغل لعناصر حوثيين إلى الداخل الأراضي السعودية، لذا فإن دول الخليج لم ولن تترك اليمن وحيدا، فاتخذت كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الشعب اليمني ووحدته. ورغم فشل المفاوضات اليمنية التي استضافتها الكويت على مدار 4 أشهر وسعت من خلالها إلى التوصل لاتفاق ينهي الصراع الدموي الذي يدور هناك، فإن ذلك لم يقفل الباب نهائيا أمام فرص إحلال السلام في هذا البلد التاريخي الذي تتقاذفه الحروب الطاحنة على مدار العقود الماضية. اليمن سيظل أرض العروبة والأصالة كما كان دائما، وسيظل رمزا من رموز العزة والصمود، وموطنا وبلدا يتحدث بلسانه العربي الفصيح، وسيلتئم جرح اليمن ويتجاوز المحن والصعاب، وسترفع رايات النصر خفاقة في كل ربوعه في القريب.
وستختفي منه قوى الشر والإرهاب والتطرف، وسينهض بتلاحم أبنائه ووحدتهم، وسيعود يمنا سعيدا كما عهدناه، وترسخ في أذهاننا ونقش في عقولنا على مدار قرون من الزمان. تواصلا للتحذيرات التي نشرت أمس عبر صفحات المواقع الإخبارية في عدن عن خطورة الوضع في كريتر، عنوان موقع عدن تايم في صفحته الرئيسية: استياء من مسلحين عاودوا تمركزهم بالمكتبة الوطنية وحاولوا إغلاق المحلات بكريتر عدن. وقالت التفاصيل إن جماعة مسلحة عاودت التمركز في مبنى المكتبة الوطنية الواقعة وسط مدينة كريتر بمحافظة عدن، والتي تم تأهيلها مؤخرا بتمويل إماراتي، كما حاول أفراد المجموعة المسلحة إغلاق المحلات التجارية لأسباب مجهولة. وقال الموقع إن السكان وأصحاب المحلات التجارية عبروا عن استيائهم من ممارسات الجماعة المسلحة ومحاولة المسلحين إغلاق المحلات التجارية، ورفض أصحاب المحلات التجارية الانصياع للمسلحين الذين يطوفون الشوارع وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية. موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية تابع ذات الموضوع وما يجري في كريتر وعلق: مسلحون ينتشرون بكريتر ويغلقون محالا تجارية ويرعبون الأهالي. لكنه زاد بالقول أن المسلحين بالمدينة القديمة بكريتر انتشروا مساء وتمركزوا على مباني حكومية في المدينة ونصبوا متارس. وقال سكان محليون لعدن الغد إن مسلحين انتشروا في محيط البنك الأهلي ومقر البريد والمكتبة الوطنية وأغلقوا محالا تجارية، وأثار انتشار المسلحين البلاطجة حالة من الرعب في صفوف الأهالي الذين غادروا الأسواق على عجل. ومن عناوين الموقع: برلمانيون ينفون مشاركتهم في جلسة عقدها الانقلابيون في صنعاء. قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود الترحيب بكم مشاهدينا ونصحبكم في جولة بين أهم ما ركزت عليه الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية مما قاله وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى عثمان مجلي للشرق الأوسط معلقا على جلسة الانقلابيين في البرلمان: إن ما حصل يؤكد استمرار الفئة الانقلابية في مشروعها ورفضها لكل مشاريع السلام، وأنهم يريدون فرض أمر واقع وهو ما لن نرضى به ولن يرضى به المجتمع اليمني. وأضاف: ما هي إلا محاولات يائسة للفت الأنظار والظهور إعلاميا، لم يتبقى لهم شيء إلا عمليات التضليل، ولن يستطيعوا عمل أي شيء بعد فشلهم الذريع في جلسة مجلس النواب. وقال الوزير: مجلس النواب شبه معطل من بداية التوافق والتوقيع على المبادرة الخليجية، حيث عطل الجانب الدستوري في الجانب التشريعي، وأصبح الوضع في مجلس النواب توافقيا وليس بأغلبية الأعضاء سواء حضر كثير أم قليل، وأصبحت الأمور توافقية ويعود الرأي فيها للقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، وفي حالة وجود أي خلاف كان يعود الأمر لرئيس الجمهورية. وزاد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بقوله: في المحصلة النهائية حضور كثير أو قليل لا يؤثر في الأمر شيئا، إلا أنهم حاولوا جعل هذه المؤسسة الدستورية أداة
من أدوات الانقلاب. إلى صحيفة الحياة اللندنية والتي علقت حول جلسة البرلمان وقالت الحياة: جلسة بلا نصاب لبرلمان اليمن بحماية سلاح الحوثيين. وأكدت مصادر برلمانية للحياة أن جلسة مجلس النواب لم تستوفي النصاب القانوني اللازم لانعقادها، إذ جاء عدد النواب أقل من ثلث عدد العدد الإجمالي البالغ 301، كما تواجد مسلحون داخل قاعة المجلس ما يعد خرقا للشروط القانونية لانعقاده. في موضوع متصل علمت الحياة أن ترتيبات تجري لعقد اجتماع هذا الأسبوع يضم وزراء خارجية ومسؤولين من السعودية ودولة الإمارات والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا لبحث الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها وفقا لقرارة مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخارجية، ودعم جهود المبعوث الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي يحضر لجولة مقبلة من المحادثات في نهاية الشهر المقبل. ووفقا لمصادر، فإن اللقاء سيكون امتدادا للقاء الرباعي الذي عقد في لندن الشهر الماضي بين وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا، والذي وضع أسس الحل السياسي وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي من خلال انسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم الأسلحة قبل الدخول في تشكيل حكومة شراكة وطنية. اليمن وعودة خيار الحسم. تحت هذا العنوان كتب سالم حميد مقاله المنشور في صحيفة الاتحاد، وقال الكاتب: حصر الحوثيون أنفسهم هذه الأيام بالهزائم العسكرية بعد أن أصبحت قوات الشرعية اليمنية تضغط عليهم بالتقدم على مشارف صنعاء، كما حصر الحوثيون أنفسهم بالفشل السياسي بعدم اقتناصهم فرصة التفاوض مع الشرعية للوصول إلى حل ملائم غير الاستمرار في حربهم العبثية بالنيابة عن طموحات إيران. وبدلاً من ذلك قرروا الاستمرار في حربهم الطائفية ومواصلة الانقلاب ضد الشرعية، فيما حاولوا شرعنة الانقلاب دون جدوى أو اعتراف بمغامرتهم التي استغلها المخلوع صالح محاولاً العودة للحكم من وراء ستار. وبطبيعة الحال عندما تفشل السياسة تعود لغة الحرب، وهذا ما يجري في اليمن عقب فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات الكويت بين الشرعية والانقلابيين نتيجة لتمسك أنصار الحوثي بالمماطلة والتعنت وعدم السماح بالتقدم خطوة واحدة على طاولة التفاوض. كان حوار الكويت فرصة للاتفاق على وقف الحرب ولجم الفوضى والترتيب لعودة سلطات الدولة الشرعية لمهامها بعد أن تسبب الحوثيون في ازدهار جماعات القاعدة وداعش وغيرهما. يعرف الحوثيون أن عودة السياسة إلى اليمن بدلاً من الحرب ستضعفهم وتلزمهم بمسار سياسي يقوض انقلابهم على الحكم بالقوة. ومثل كل الجماعات المسلحة التي تخشى السلم الأهلي والسياسة، يواصل الحوثيون تجميل العنف والتبرير له في أوساط أتباعهم، وإضافة إلى نيتهم المسبقة في إفشال مفاوضات الكويت. بدورها علقت البيان الإماراتية وقالت في أحد صفحاتها: برلمان المخلوع مسرح لتمثيل الانقلاب. وقالت التفاصيل: جسد المخلوع صالح والحوثيون انقلابهم على الشرعية بطريقة مسرحية في البرلمان حين فشلوا في تأمين النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب، وبرغم ذلك فإن المجلس عقد بمن حضر وعددهم لم يتجاوز 120 نائبا، فيما النصاب القانوني 151 نائبا. تتابع البيان: كما أن عقد الجلسة الذي استهدف المصادقة على ما يسمونه المجلس الرئاسي يفتقد أي نص دستوري يجيز انعقاده من دون توافق. وقالت الصحيفة أن التصويت استغرق دقيقة ونصف الدقيقة في الجلسة التي عقدها الانقلابيون. وإلى صحيفة الاتحاد الإماراتية والتي عنونت في إحدى صفحاتها: بدء حملة عسكرية واسعة لتطهير أبيان من القاعدة. تقول الصحيفة: أطلقت القوات الشرعية في اليمن حملة عسكرية واسعة لتطهير محافظة أبيان جنوب البلاد من تنظيم القاعدة وفرض الأمن والاستقرار بمساندة من قوات التحالف العربي، التي شنت غارات جوية على مواقع تتمركز فيها عناصر التنظيم في ضواحي زنجبار
عاصمة المحافظة. وكشف مصدر عسكري للاتحاد إن عملية تحرير أبين من القاعدة بدأت فعليا من خلال تسلم المعدات وتوزيع الأفراد بحسب الخطة العسكرية التي تم الإعداد لها بالتنسيق مع قوات التحالف، وسيتم التقدم نحو أبين من عدة محاور خلال 24 الساعة القادمة. وأكد مصدر أمني في أبين للاتحاد إن غارات التحالف أفشلت محاولة القاعدة تهريب آليات عسكرية ثقيلة إلى خارج أبين، وإن التنظيم يحاول سحب آلياته الثقيلة إلى مناطق يسيطر عليها في محافظة شوة. وأكد المصدر إن الحملة ستكون من عدة محاور رئيسية من اتجاه عدن ولحج، وأن الغارات المكثفة التي تنفذها مقاتلات التحالف تأتي تمهيداً للتقدم البري. صحيفة العربي الجديد تابعت الشأن اليمني وعنونت في صفحتها الرئيسية: 1600 مدرسة يمنية أغلقت أبوابها بسبب الحرب. وفي تفاصيل الموضوع قالت الصحيفة: كشف تقرير محلي أن ثمة 1600 مدرسة مغلقة في عموم اليمن، الأمر الذي تسبب في حرمان 1,300,000 طفل في سن التعليم أي ما بين 6 إلى 17 عاما من مواصلة دراستهم. وتابعت الصحيفة: استعرض رئيس مركز الدراسات والإعلام التربوي أحمد البحيري مضامين التقرير الذي حمل عنوان تقييم وضع التعليم العام في اليمن خلال العام الدراسي المنصرم 2015-2016. وأضاف البحيري أن مدرسة واحدة مغلقة من بين كل 10 مدارس عاملة في اليمن، كما تعرضت 34% من المدارس لأضرار جزئية نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عام، فيما دمرت أو احتلت عسكريا 22% منها. تثار في العالم العربي بين وقت وآخر مسألة كنا نظن أنها من مقتنيات المتاحف، هكذا بدا خيري منصور مقاله المنشور في صحيفة الخليج. وأضاف الكاتب: ينقسم البشر على اختلاف المكانة والمستوى إلى من يستحقون البقاء على قيد التاريخ ومن يطويهم النسيان، وتطال هذه المسألة حتى من ساهموا على نحو أو آخر في صناعة الأحداث. والحقيقة ليست كذلك على الإطلاق، فالتاريخ لا يمسك قلما بيد وممحاة باليد الأخرى، وفيه متسع للبطل والخائن والمنتصر والمهزوم، رغم أن هنالك مقولة شائعة هي أن من يكتب التاريخ هم المنتصرون فقط. لكن ما أضافته فلسفة التاريخ في عصرنا وكذلك حفرياته هو أن هناك روايات توارثها الناس كالبديهيات، لكنها أصبحت قابلة للنبش وإعادة النظر. وكان للرائد ابن خلدون دور مبكر في هذا السياق حين طالب بمقارنة الروايات والاستعانة بالقرائن لترجيح روايات على أخرى. ولدينا مثال على الأقل فيما يتعلق بما كتبه المستشرقون عن تاريخنا العربي الإسلامي، فمنهم من أخضع قلمه لإيديولوجيا أو استراتيجية، ومنهم من مارس الانتقاء والحذف ولوى عنق التاريخ كي يدجنه وبالتالي يستجيب لرغائبه ونواياه. وقد ثبت بمرور الزمن أن تدجين التاريخ ليس متاحا حتى للأباطرة، فما هو خفي الآن سوف يتضح ويطفو على السطح ذات يوم، لهذا يعاد الاعتبار أو يسلب من شخصيات تاريخية حتى بعد أن تحولت إلى رميم في المقابر. ومن يتوهمون أن التلاعب بالتاريخ ممكن قد يخدعون أنفسهم والآخرين بعض الوقت، لكن سرعان ما يتم الكشف عن المستور. ومن أخطائنا الشائعة القول إن فلانا قد دخل إلى التاريخ وذلك على سبيل الإعلاء من شأنه، والحقيقة أن من يدخلون إلى التاريخ هم الأخيار والأشرار معا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه، ونتابع معا مجموعة من رسوم الكاريكاتير.